احط لك كم معلقه سكر؟ ولا واحده، قلت لك ان انا عامل دايت. وبعدين ما تتعبيش نفسك. اوكي. انا مره كنت عند صاحبي بيسو الانتيم وكان يوم عيد ميلاده وكان عازم ناس كتير قوي قوي قوي، وبعدين في بنت كانت عماله تبص لي جامد قوي، بس انا انت اللي في القلب. وكان كنت عامل دايت جامد بس ما قدرتش، وقت ما قدرتش اقاوم. كان في كريمة مش عايز اقول لك كنت بحبها قوي يعني، وجالي صداع جامد قوي. ما خليكي معايا. واتاري الصداع راح بعد ما اكلت التورته. اتاريني كنت جعان. وانتي كمان يا ماما، والله يا حبيبتي كويسين. عند واحده صاحبتي من ايام الجامعه يومين كده. طمني انتي بس. حاضر يا ماما، مع السلامه حبيبتي. باي باي. دي ماما عايزه تطمن عليا قبل ما اتجوز، عايزاني اتجوز عشان تطمن عليا. حتى بعد ما اتجوزت وبقى عندي ولاد عايزه تطمن. انت جوزك بيشتغل ايه؟ ضابط. ضابط شرطه ولا؟ شرطه في مكافحه جرائم النشل والسرقه. باين عليه جامد. متشكر قوي. رايحه فين؟ الشنطه زمانها جايه، وبعدين احنا لسه ما اتكلمناش. لو سمحت دلنا على الورق. دي كمان. ودي كمان. بخلصوا ورقكم مره واحده. انا اتسرقت يا بيه، اتسرقت يا بيه. الراجل ده قدام يا بيه. بس يا ابني انت اهو، خد اعمل لهم محضر. يلا امشي. ماشي، عايزين نمضي ساعتك عشان نروح المسجون ده. تعالي نقعد في حته هاديه. حسين انا محتاجه ابعد شويه، محتاجه اكون لوحدي عشان اقيم العلاقه من بعيد. تبعدي ايه وترابي؟ انت فاكره نفسك خطيبتي؟ يا ولية احنا بينا بيت وعيال. عارفه، ما هو ده اللي مخليني محتاجه مده اطول. لا والنبي. خلاص يا باشا، عايز الندم، عايزك تمضي لنا الورق ده يا باشا. اركن الواد على جنب. اسره يعني مش عايزه تلمي الموضوع وترجعي؟ حسين ارجوك افهمني. افهم ايه؟ افهم انك سايبه بيتك ولسه عايزه تقيمي لي العلاقه. ما خلصنا يا باشا، لو من بوكس ده مش شغال هنشوف بوكس تاني. اخرس يلا. ماشي يا باشا. ما انا بحذرك، انا صبري ليه حدود. وانا كمان اتخنقت. يعني ايه؟ يعني ما اقدرش ارجع دلوقتي كده. فرج امر يا باشا. طلع الواد ده. اطلع يالا. بقول لك ايه، وخد الولايه دي رخره. ايه اللي كاتاك؟ حسين لا، دي بيتي. حضرتك مش فاهم، انا بريئه، انا اللي اتسرقت. ما تخلصينا يا زيد. تحلف كمان. حسين كارو فور رابيت. ايه ده؟ تخيل حسين جوزي عارف فيا ايه؟ حاطين لي حرميه البوكس مع المجرمين، متخيل انا يعمل فيا كده؟ اوكي سوري. You know, my husband for me, arrest me in the box, you know? It's okay. It's a joke. Arrest. A-double-R-E-S-T. Okay. هي المجموعة القصصية بتاعت محمد عبد العظيم. مالهاش معاكي؟ ما أنا بشتغل فيها. لا أنا مالي خالص. أنا بحب الشغل ما ماشي واحدة واحدة. المهم نوصل. فندم؟ التوصيل، مش أنت بتوصلي الخطوط ببعضيها؟ المهم نوصل. انا الخطوط عندي حاده وساعات مقطوعه. صدقت يا ابو مصر،
الفطير دي مليانه نعومه وطراوه وحلاوه. انا عندي شغل وبحب لما اشتغل اركز. حضرتك عايز حاجه؟ انا عايز حاجات كتير قوي. ايه بس انا بحب الامور ماشيه واحده واحده. انت عارفه الاغنيه بتقول يا وش يا وش؟ لا انا اعرف يا ايها ركضونا تحت التراب. تراب يا ساتر، اقول لك نعومه تقول لي تراب؟ لا ما يهمكيش، الصبر حلو. ما يروح يشوف نفسه في المرايه. ده انت مالك بتكلمي نفسك كده ليه؟ الراجل المجنون ده لازاي مش عارفه ليه؟ عمري ما شفته بالرزاله دي. طول عمره كده، بس دلوقتي متخيل انك فديتي والموضوع بقى سهل. تفتكري يكون بيفكر كده؟ كل الرجاله كده. اوكي انا بقى فضياله، انا هخليه يفكر قبل ما يقول لي صباح الخير. بنرجع مره تانيه وبنفكركم ان معاكم من الهندسه الاذاعيه احمد جابر، ومعاكم على الهوا دينا مندور. دينا؟ بنرجع لكم مرة تانية على الهوا، ودلوقتي معاد اغنية الذكريات. قبل ما نسمع الاغنية مع بعض هناخد اتصال تليفوني. الو الو، ايوه دينا، دينا انا كريم. كريم الحسين. الو يا دينا. الو الو دينا، انا فورتة، انا عايزك تساعديني، انت الوحيدة اللي هتقدري تساعديني. يا دينا انت فين؟ الو بنرحب بصديق البرنامج كريم الحسيني. يا دينا مش صديق البرنامج، انا صديق